أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد نقدم لكم أفضل ما لدينا. أعزائي المشاهدين، لو عايزين تعالجوا تشقق القادمين هقدم لكم حل جميل جدا وحل رائع باستخدام الفازلين والخميرة. أيوة، الفازلين والخميرة لعلاج تشقق القادمين. تعالوا نشوف الإيه الوصفة بتتكون من إيه وإزاي هنعالجها وإزاي هنستخدمها لتشقق القدمين. وصفة بسيطة وسهلة، بس نتبع الخطوات وإن شاء الله طبعا هتلاقوا نتيجة جميلة، نتيجة رائعة هتبهركوا، مش هتستغنوا عنها تاني نهائيا. هتجيبوا معلقتين من الخميرة، وهتجيبوا ليمون، وهتجيبوا طبعا الفازلين. هناخد معلقتين من الخميرة زي ما احنا كده شايفين. طبعا الخميرة بنجيبها من السوبر ماركت او من عند العطار. وهناخد طبعا معلقة من عصير الليمون زي ما احنا كده ايه شايفين، معلقة من عصير الليمون. وهنبدأ ايه نقلب. تمام، هنقلب، وبعد ما هنقلب هنضيف طبعا يعني هناخد نقلب زي ما احنا كده شايفين. هنضيف طبعا ايه، هنضيف معلقتين من الفازلين. الموضوع سهل وبسيط جدا. هناخد معلقتين من الفازلين، ادي اول معلقة، اول معلقة، وبرضو هنقلب. احنا ممكن كنا وضعنا الفازلين مع الخميرة في الاول، بعد كده وضعنا الليمون، وناخد المعلقة التانية برضو وهنقلب. تمام ماشي، هنقلب الايه المكونات مع بعض. وبعد ما نقلب المكونات مع بعض زي ما احنا كده شايفين، الموضوع بسيط جدا وسهل، وان شاء الله هيجيب معاكوا ايه نتيجة ان شاء الله زي ما احنا كده شايفين. طيب بعد ما هنقلب ايه اللي احنا هنعمله؟ يعني بنحاول نقلب برضه عشان الفازلين بياخد معانا وقت في التقليب مع المكونات. وبعد ما هنقلب ايه اللي هيتم؟ ايه اللي هيتم؟ ان احنا هناخد الوصفة وهتضعوها، هتدهنوا بيها تشقق القدمين. تمام، هتدهنوا بيها تشقق القدمين زي ما بقول كده. وبعد ما تدهنوا بيها تشقق القدمين هترتدوا كيس بلاستيك، كيس بلاستيك طبعا على القدمين لمدة ربع ساعة، لمدة ربع ساعة. بعد ما تنتهوا طبعا من الربع ساعة ايه اللي هيتم؟ هقول لكم اللي هيتم. طبعا زي ما قلت كده بتضعوها لمدة ربع ساعة، وزي ما قلت كده بتشيلوا او بترفعوا الكيس اللي هو الايه، كيس البلاستيك. تمام، هترفعوا كيس البلاستيك، وبعد ما هترفعوا كيس البلاستيك هتعملوا ايه؟ زي ما قلت كده هقول لكم هنعمل ايه. هتجيبوا طبعا المية الدافية، المية الدافية يعني هتجيبوا ناء مملوء بالماء الدافئ، وتضعوا بيه القليل من الملح الخشن، هتضعوا بيه القليل من الملح الخشن وليكن مثلا معلقة. تمام، يعني المهم ان يكون ملح خشن مش ملح جاف، نخلي بالنا برضو ان يكون ملح خشن مش الملح اللي هو الايه الجاف، لان بيعمل على جفاف الجلد. تمام، بيعمل ملح الايه الناعم هنا، بص على جفاف الجلد. فلذلك احنا بنضع الملح الخشن وبنقلب في الماء الدافئ. تمام، وبعد كده ممكن عايزين تضيفوا زيت زي زيت عطر اللافندر تضيفوا، مش عايزين خلاص. بعد كده بعد ما تضعوا القدمين في الماء تمام وتدلكوها، بتعملوا ايه؟ بتجففوا القدمين طبعا من المية، بتجففوا القدمين من المية. وبعد ما بتجففوا القدمين من المية بتجيبوا المرطب او الكريم اللي هو كريم المرطب، اللي هو ده كريم مرطب. لو ما عندكيش كريم مرطب هتجيب اللي هو الفازلين عادي. تمام، ده او ده، هناخد مثلا الكريم المرطب. بعد كده هتقومي ايه بالكريم المرطب هتدهني ايه، هتدهني القدمين بتاعتك زي ما احنا كده ايه شايفين، هتدهني القدمين. وبعد كده هتجيبي الحجر اللي هو الخفاف وتدلكيهم او تفركي بيهم القدمين زي ما احنا كده ايه شايفين، لغايه ما تتاكدي من نعومه الجلد بالشكل اللي انت ايه عايزاه. طبعا حركه الحجر بتاع الخفاف تكون في حي في حركات دائريه، حركات دائريه صغيره. وبعد كده هنضع القدم في النهايه في الماء مره اخرى، بعد كده هنضع القدم في الميه الدافيه ايه مره اخرى. تمام،
وبكده اعزائي المشاهدين انتهينا من تقديم الوصفة، يعني تستخدموها مرتين في الاسبوع او 3 مرات، جابت معاك نتيجة من اول مرة يبقى 100 فل وزي الفل، لو ما جابتش من اول مرة هتلاقيه هتستعملوها تاني مرة في الاسبوع وان شاء الله هتجيب معاكم نتيجة مباشرة ومبهرة ان شاء الله، هتقضوا على تشقق القدمين نهائيا باذن الله. وبكده اعزائي المشاهدين انتهينا من تقديم الوصفة، اتمنى ان يكون اعجبكم، بشكركم على حسن الاستماع، لو عجبكم الفيديو على جنب ضغط الاعجاب والاشتراك في القناة لإصرار كل مواجدي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.